هي مسألة العام. العيد هي كل عام يجي، كل عام يتبدل، كل عام يجي العيد الفطر، كل عام العيد سمي عيدا لأنه يعاد هكا. وكاين هذوك المسائل اللي الروح مفروض ردوهم عيد، زكاة الفطر. الله الله، مرحبا وسهلا بها زكاة الفطر، ومبروك علينا زكاة، مبروك علينا هذا العيد نتاع زكاة الفطر اللي كل عام الهضره. تخرج نقدا تخرج طعاما، تخرج نقدا تخرج طعاما، والنقاش والهضره والعيطه ومن يعرف واش واش يسموه. للاسف العبد الضعيف. انا قريت في المعهد الاسلامي 3 سنين، قريت انا 3 سنين في المعهد الاسلامي هكا، ما نتجرأش نناقش هذه المساله. علاه؟ لانه 3 سنين لا تؤهلني ان افهم الادله وان اناقش الادله. ما يؤهلني، ما تؤهلني اليه 3 سنوات الا وهو ان انقل اليكم ما قال العلماء وفقط. نقول لك، قال مالك، قال الشافعي، قال ابن حنبل، قال ابن تيميه، قال فلان. بالصح باش نقول لك انا قريت 3 سنين باش نرجح بين هذا وهذا وباش نناقش المساله، انا ما لحقت لهذا النيفو. يعني الجماعه اللي تهضر في هذه الزكاه تخرج، يا ودي واش داك؟ انا واحد من الناس، انا امام، يجي واحد يسقسيني نقول له طعاما نقدا، كاين اللي جوزو كاين اللي ما جوزو، حاب تخرجها طعاما الله يسهل، حاب تخرجها نقدا الله يسهل. انا واش دخلني فيك؟ انا ما عندي ما دخلني فيك.